السلام عليكم مشاهدينا الكرام، الآن مع فقرة آراء ضمن برنامج محطات. اليوم موضوعنا عن العمل التطوعي وأهميته في بناء الإنسان. العمل التطوعي كما معروف له أهمية كبيرة من خلال تنمية روح التعاون بين أفراد المجتمع، وكذلك التنمية والإعمار وإعادة بناء المؤسسات والدوائر من خلال الجهد الفردي والجهد الجماعي. تعالوا معي في هذا الاستطلاع لنشاهد ونطلع على آراء بعض الأساتذة والمهتمين بالعمل التطوعي. كونوا معي في هذه الجولة. أكيد أكو توجيهات من التربية، من مديرية الإعداد والتدريب، من إدارة المعهد في نشر هاي الثقافة، ثقافة التعاون ما بين الطلبة والأساتذة في سبيل رفد المؤسسة التعليمية اللي هي معهدنا، اللي هو يعتبر بيتنا أكيد يعني. فالكل ساهمت في هذا الموضوع، من طلبة وأساتذة بإمكانيات يعني خاصة، بصراحة إمكانياتنا الخاصة سواء كانت أدوات أو مواد أو مواد نقدية أو سيارات خاصة، شراء بعض المواد. وقاعد أشوف حضرتك العمل موجود في كل الأقسام تقريبا، في كل الأقسام هنالك أعمال ترميم، إعادة تأهيل، سواء الرحلات الكهربائية، الصبغ، تحضير القاعات الدراسية، إنشاء الحدائق والزهور موجودة في كل مكان. الفكرة التربوية اللي إحنا نريدها إنه نكون إنه الطالب أو التلميذ يحافظ على ممتلكات الدولة، على اعتبار إنه هاي الممتلكات هي ممتلكاته، إلى حق بها وهي جزء من عنده. يعني مثل ما يحافظ على ممتلكات بيته يحافظ على ممتلكات الدولة أو ممتلكات المدرسة أو المعهد أو البناية التربوية اللي هو بيها. هاي المحافظة شلون تكون؟ يعني أكيد هي لازم تكون عن طريق فكرة، يعني فكرة، وهاي الفكرة أو صورة هو تكون مخزونة بذاكرته. فيعني وهذا يعني اعتمدناه من خلال ذاكرتنا احنا قبل، ومن خلال يعني كوننا احنا كنا طلاب في يوم من الايام. فصار التوجه هناي، التوجه انه احنا خلي يشوفونا احنا نشتغل، خلي يشوفونا انه احنا اللي نرمم، واللي احنا اللي حتى اللي احنا مثلا احنا اللي نلم الالقاض، واحنا اللي نجمل المكان. احنا في قسم الفنون المسرحيه وفي باقي اقسام معهد الفنون الجميله نعمل جاهدين على إشاعة ثقافة العمل التطوعي في 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 ارجاء المعهد بين الطلبة والاساتذة. والاعمال التطوعية كثيرة على مستوى المعرفي ان كانت، وعلى مستوى الحملات اللي نقوم بها بالمعهد، من اعمار المعهد، من اعمار الرحلات، من اعمار من التعاون بالعمل بيننا تطوعيا. لان تعرف مثلا واحد من الاشياء المهمة عندنا التعاون بين باقي اقسام المعهد، وهذا يعني يتطلب منا جهدا اضافيا من اجل التطوع. الاثر الفعال والكبير للاستاذ من يقدم نموذج في ان ينظف امام الطالب وان يعمل بجد من اجل اعمار المؤسسه التربويه امام الطالب، يخلق روح التعاون ما بين الطالب والاستاذ والتربوي والمدير، وكذلك تنميه روح حب الوطن. ويعطي العمل التطوعي للفرد فرصة لتغيير بيئته ومحيطه الثقافي والالتقاء ببيئة ومحيط ثقافي آخر من أجل المزيد من التعارف من خلال هذا العمل، كما أنه يزيد من التفكير الإيجابي والعمل الإبداعي للأفراد. لبرنامج محطات، مؤيد الفرطوسي، قناة العراقية، بغداد.